اخسر. لكن انا بتكلم هقول لك على حاجه والله، بس بعد اذنك يا زميل، لعيبه الزمالك ما عندهاش دم، اللعيبه نفسها ما عندهاش دم لسبب واحد، انت خسران من الفرقه دي 3-1. سيبك بقى من المدرب ورئيس النادي ومجلس الاداره، انا رد اعتبارك انت قصدك، لا ورد اعتبار اللاعب نفسه كابتن وصالح الجماهير اللي انا اصل من امتى نادي الزمالك بيخسر 3-1 بره وتيجي تخسر هنا كمان وانت كمان مش عايز الجمهور يشتمك؟ خلي بالك كابتن ده انت فاجر يا جدع كابتن، انت لعيب هو نفس اللاعبين موجودين من الموسم الماضي والنسخه الماضيه، خسرت في الترجي وجيت برضه خسرت على ارضك. هل الخبرات بتقول ان ما برضه كان كارترون لسه راجع جديد ولسه مرجعينه اللجنه وجي برضه عايز ياخد اللقطه وقام جاي برضه خسر عشان ان هو عايز يقول لك وعاد المنقذ واخد بالك وانت بتنسه كمان يا كابتن رضا اخطاء كارتيرون وعدم هو السبب في اللي بيحصل ده، هو اللجان في خساره نادي الزمالك سنتين ورا بعض. خد الدوري هنعمل بقى زي ايه اسلام صادق؟ انت ما بتحملش الاداره في الوقت الحالي اي حاجه كابتن؟ الاداره ده الاداره عماله تصلح وتجيب وعلى اصل الاداره كمان جت مستشار منتدى منصور والمجموعه اللي معاه وكارتيرون كان موجود، مش هم اللي جابوه. ايوه عملوا ايه مشوه؟ مش هم اللي جابوه، لا مشوه ده صندوق وقالوا له وقعدوا مع اللعيبه والراجل يقول لهم هصلي صلاه استخاره وهاجي لكم بكره. هل الاداره كانت مستنيه الماتش ده بالذات يا كابتن عشان تحدد موقفها؟ لا 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 ولا هم كانوا محددين موقفهم من لا ده؟ انا سمعت تصريحات احمد مرتضى ولا امير عن ان هم كانوا واخدين القرارات دي ولكن كانوا منتظرين وقت مناسب. واخدين القرارات دي من يوم ما المستشار قال لك هيجوا وما جوش واخد بالك، فقال لك هندي فرصه كمان واحد قال لك هاجي لكم بالليل والتاني قال لك ايه اخويا جاي مش عارف منين والتالت قال لك اخويا اصل كان عنده معرفش ايه كل الكلام ده واخد بالك، فلقوا ان اللعيبه بتتهرب وداخلين على ماتش قوي وانت مفروض عايز يعني هو دلوقتي المستشار جاب فيريرا ليه؟ ليه؟ عشان مطلب جماهيري الجماهير الزمالك. وغير كده كابتن النتائج برضه انت من يوم ماتش سموحة مش عارف تكسب. لا انت جاي جبته ليه؟ عشان جمهور الزمالك ده عايزه وصبر عليه واداله حقه في الوقت. لو انا مش مثلا عايز اجدد للعيبه دي اروح اقعد معاها واستناها؟ ما انا لو مش عايز اجدد اقول لك مع السلامه. طب بقرار ده ما حصل مع اساسي. طب بقرار الخاص بان 2003 فريق 2003 هو اللي هيتلعب بيه الفتره اللي جايه، هل مستر فيريرا هيعمل حاجه؟ بس لا طبعا ما اعتقدش يعني انت عارف وقت الزمالك حاجه بالنسبه للوائح بس يا كابتن رضا حاجه بالنسبه للوائح بس مش هو ما ينفعش اصلا ايا كان حتى لو اتصعد كلام ممكن بيكون بيشد فيه بالفرقه لكن انا اصعد لما اكون عامل عقد احتراف العب في الفريق الاول ومتوثق في اتحاد الكوره ده الكلام ده مش معقول انا عندي 50 لعيب او 40 لعيب او 30 لعيب من فريق 2003 او 2001 انا جاي لك بس جاي لك. هو ما ينفعش ان محدش انا اصلا كارترون ما بيحبش الناشئين فما عملش الكلام اللي سمير بيقول لك عليه ده ما ينفعش ما فيش عقود معموله كتير عشان ماشي عصام فيصل ومشى مش عارف الكلام ده لو معايا مثلا 10 لعيبه ومشى مشى كذا لعيب خمسه من 2003 و2001 اللي هم كانوا شايلين النادي او اللي كانوا سنه السنه اللي فاتت ممكن يصعدوا ملاعبهم يعني